لو الحكاية فيها إن فيجو عياد خلا سليمان مسؤول إداري بتاع الكنيسة. هو الوضع عندنا عادي واحتفالات رأس السنة والعيد الميلاد الوضع العادي بتاعنا طبيعي مفيش أي حاجة، بس بنختار طبعا الأمن بالمواعيد دي عشان نعمل خطة التأمين. التأمين بتاعه تمام. بالنسبة للمنطقة زي الورية هنا والكنيسة في وسط سكن مدني، هل ده بيسبب أي نوع من القلق للناس في الاحتفالات؟ مفيش قلق ولا حاجة، وكان الوضع طبيعي. الوضع اللي حصل ده قبل كده ده كان حاجة غريبة، اللي هو التفجير الأكل اللي حصل. دي كانت حاجة فجائية وغريبة بالنسبة لنا، لأن من 25 يناير لحد ما حصل حادثة ما كان حدش رمى علينا طوبة حتى. ما كانش في حاجة. ما هو لف في تظل بقى موضوع الإخوان والاستفتاء. لما خلاص بقى الجماعة الإرهابية دلوقتي. بالظبط. الجماعة الإرهابية دلوقتي. بس ده ممكن يزود من عندك ناحية القلق شوية، اللي هم ممكن يكون الكنايس هدف ليهم في أعياد الميلاد. لما هو الخسيس بيعمل ايه؟ ما بيبقاش في النور، بيبقى في الضلمة على طول، يفاجئك بحاجة كده، ودي حاجة متوقعة. وبعدين طبعا حاجة متوقعة، طول ما انت راجل مؤمن ومؤمن بوجود ربنا هتقابل حاجات من دي كتير، وربنا قادر ان يحوش الحاجة دي. حضرتك مسؤول اداري هنا، شفت في ناس لسه ممكن تكون عطاك معرفة شخصية بتكلمك ان هي ممكن تبقى او من اللي هي هتيجي في عيد الميلاد اي كان بمناسبه عالميه؟ لا، الضيوف دول بيختارونا في يومها او قبل ما ننام بيوم بيقولوا لنا ان احنا هنيجي. البلد دي حاجه، الحاجه الثانيه احنا ما نعرفش، الباب مفتوح للجميع اللي يجي يشرف اي وقت. لكن التفجيرات اللي حصلت في الفتره الاخيره مديريه امن الاهليه، في تخوفات عندكم؟ هنا مش تخوف، هو مش تخوف، لانك انت ممكن تبقى بعيد عن الكنيسه وتمشي ماشي في الشارع، يعني اتوبيس زي بتاع النهارده دوت في الازهر، الناس نقله عام ماشيين، حصل انفجار، ممكن الانفجار ده في اي حته. تمام. بس هو حرص، انما مش خوف. انا بامن، خد بالك وما نخافش ليه. وده الاعياد بتاعتك في ظل اللي بيحصل في البلد بقى والتفجيرات والارهاب اللي حاصل ده؟ ما بنخافش من حاجه، فاهمين امورنا لربنا وزي ما ربنا رايد راضين بيه، وهم بقى براحتهم، احنا بس بنصلي لهم ربنا يهديهم وينور بصيرتهم عشان يبقى هم لو ربنا ساكن في قلوبهم مش هيعملوا كده. تمام. هو رب ربنا ساكن في قلوبهم بيقولوا يا رب، لان البني ادمين اللي بيعملوا فيها كل دوت ما لهمش اي ذنب. ايه ذنبهم يعني؟ ايه ذنب الناس اللي هم بيعملوا فيها كده؟ بيقتلوا في الارواح، ذنبهم ايه؟ الارواح والاطفال والناس دي كلها اللي بيعملوا فيها كده كل ده. احنا انا عن نفسي اصلي لهم بقول ربنا يهديهم ويصلح حالهم. لكن التفجيرات اللي حصلت في الفتره الاخيره، وكان في حادث هنا حصل قبل كده من فتره، احنا بنقول راضيين برضه، احنا راضيين ترى ربنا راضي بالشيء ده، احنا راضيين. في حرص زياده عندكم؟ ما احنا بنبص زي ما قلت لك كده، ان انا يعني مسلمه امر ربنا زي ما ربنا رايد، احنا راضيين باللي ربنا كاتبه على الشعب. احنا طالبين من ربنا، ربنا يصلح الحال بلدنا والكنائس، نمد ايد ربنا لينا وشعبنا ويحمي مكاننا باذن الله. مسلم ومسيحي كلنا واحد، ما شفناش الحاجات الوحشه دي غير الايام دي من اللي هم كده. ربنا ينور بصيرتهم، ربنا ينور طريقهم، لان ما يعرفوش حاجه، لان ربنا ده مش في قلبهم. لو ربنا في قلبهم مش هيعملوا الجرائم اللي هم بيعملوها، مش هيقتلوا في اطفال، مش هيقتلوا في الناس اللي كده. ما عندكيش اي مشكله في قلق ان انت تجيبي اولادك واطفالك تحتفلوا بالعيد بتاعتكم؟ لا لا، هنيجي طبعا، هنيجي مش هنخاف، لان هو ده وهنسهر صباح، وهنسهر صباح، مش هيهمنا شيء. لان ليه هم عايزين؟ هم بيعملوا كده عشان يخوفونا. ربنا واقف مش هيسيبنا، ها؟ لان شعب مصر كله ربنا يحمي شعب مصر كله. احنا اخر واخر مسيحي كده كلنا في البلد دي كلها هنقف. وعلى فكره احنا عندنا في بيوتنا تحت مع بعضينا مسلم، يعني مسلم ومسيحي واحد. احنا لسه معزين في واحد بالليل مسلم، كان معاد مفروض نيجي الكنيسه لاجتماعنا، ما رضيش يجي يحضرنا ايه الجنازه بتاعه. ما فيش عندنا مسلم ومسيحي، كلنا واحد. عز ما كانت الاحداث هنا بره الكنيسه وضربوا العيال اطفال وابرياء، ها؟ بينا نصلي، بينا نصلي ونقول يا رب مد ايدك ليهم، اهديهم وريهم طريقهم، هم مش فاهمين بيعملوا ايه. الحكاية اللي حصلت في كنيستنا دي كانت عروسة يعني جاية تفرح، بدل الفرح كان ميتة وأهلها كلهم راحوا ضحية، مش حرام؟ اللي هم بيعملوه واللي بيعملوه ده كده غلط. احنا عايزين ربنا يهديهم، احنا مش هنقول مثلا ربنا ياخدهم، لا احنا عايزين ربنا يهديهم وتبقى شعب
شعب واحد، يبقى يدي واحدة ونبقى مع بعض كويسين. احنا الارهابيين دول مش مصريين، مش الحرام اللي بيعملوه فينا ده، وربنا موجود. تحضرين عيد الميلاد مثلا ولا لا؟ يابا عيد الميلاد هنحضره ونسهر صباحا، وعيالنا هتيجي ونسهر صباحا، وربنا يسترها. ما دام ربنا مدت ايده لينا مش هيحصل حاجه ان شاء الله، ومصر ربنا يعدل حالها، واحنا عايشين كده باذن الرب هو اللي مدت ايده ويحمينا، وربنا موجود وكله للخير ومصيرها تنتهي.